السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا طلاب، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. راح أبدي محاضرتي على فد صورة وتعليق أرسله لأحد زملائكم بالجروب. صور إيمان اللي هي هاي الصورة الواضحة اللي هذا ملعب، صور ملعب كربلاء، نشرت الصورة على الفيسبوك، صار كولابس، صار يعني عملية يعني فشل لسقف خرساني. بس الأنباوة حسب ما نشوف بالصورة، طبعا لازم واحد يسوي طبعا زيارة ميدانية ويطلع على التصميم ويطلع على الأحمال المسلطة وشو المصممين، الله واحد يقدر يعرف السبب الحقيقي 100%. لكن هناك عدة حالات، يعني ممكن عوامل أدت إلى هذا الفشل. شنو أحد العوامل؟ نلاحظ الفشل اللي صاير عندنا، بالمنتصف صاير عندنا، ما صار عندنا عملية اختراق اللي هو البونشينج الصحي لها السقف للكولوم، السب هاي المنطقة هنا الوسطية، أكو عملية اتصال، فهاي العملية مو بونشينج، لكن عند الأماكن الوسطية كلها واقع. طبعا أكو عدة عوامل أدت إلى هذا الفشل. أحد العوامل يجوز الأحمال المسلطة الحقيقية الديد لود واللايف لود ما مقدريها بصورة صحيحة، يعني مصمم ما مقدرها بصورة صحيحة. أوكي، يعني مثلا كان مجموع الديد لود واللايف لود 10 كيلونيوتن على متر مربع، يجوز المصمم مقدرها 5 كيلونيوتن على متر مربع، فصار هذا الفشل. أو قد يكون احتمال آخر، المصمم الإنشائي غلط أو ما قدر سمك السقف الحقيقي. مثلا احنا راح نتعلم احنا طبعا بهذا الشابتر مالتنا، وتعلمنا شلون نحسب سمك السقف حسب التيبلات اللي عندي، فكان السقف فلات بليت، فلات سلاب، بيدروب بانل، تعلمنا شلون حسب ال سلو اطلع لكم هاي نرجع عليها، حسب هذا التيبل اللي كنت اشرحه شلون نحسب سمك السقف. طبعا هذا سمك السقف لازم يقاوم لك العزوم، يقاوم لك يعني العزوم، يعني الاحمال المسلطه عليه. جزء المصمم خال سمك اقل من اللي مسموح به، ما متشيكه، فصار هذا الفشل. عامل اخر جزء سبب لي هذا الفشل اللي صار، جزء تم راح القالب من وقت، يعني صبينا السقف جزء ورا 3 ايام ورا يومين شال قالب النجار وقع السقف. فهي جزء احد العوامل اللي ساعدت على هذا الفشل. المفروض اقل شيء اسبوعين يلا ينشال القالب، خصوصا هسه بالشتاء يعني. اوكي، حبيت اعلق عليها الصوره وقت طبعا وجهه نظري. زين طلاب، اللي المحاضرات السابقه شرحنا شلون نحسب السمك للسقوف، الفلات بليت والفلات سلاب، وقلنا الفلات بليت هي ما بي دروب بانل، والفلات سلاب قلنا بيها دروب بانل او كابيتال كولوم. قلنا زين اذا عندي بيمز جسوره داخليه مثل هذه الحاله، مثل هذه الحالة، ها كلها بيدسوا داخلية، التيبل اللي شرحناه المحاضرات السابقة كلها عندي ما يشتغل. أوكي، لازم غير تيبلات. فإحنا بعدنا يعني نشرح على فلات بليت وفلات سلاب. زين اليوم راح نوصف فكرة جديدة، شنو هي؟ عادة من نحسب سمك السقف لازم عندنا قلنا أشياء معطيات، لازم المعطيات شنو لازم؟ أبعاد السقف معلومة، البعد الطويل والقصير، أو إذا كان مربع لازم نفس الأبعاد. كذلك لازم إجهاد الحديد اللي هو الاف واي لازم يكون معلوم، الاف واي لازم يكون معلوم. جميع الاسئله السابقه اللي شرحناها كان الاف واي عندنا معلوم بها، لو يقول لك 420، لو يقول لك 280. زين احنا الجدول مالتنا طلاب، هسه لو جينا على هذا السؤال اللي عندي، هسه لو اقرب على هذا الجدول، هذا الجدول الأفواي اللي عندي صراحة أضطرها بهذا اللون الأحمر، عندي ثلاث قيم آني الأفواي، عندي قيمة 280، عندي قيمة 420، وعندي قيمة 520 ميجا باسكال. هذا الإجهاد. أوكي، زين هل من المعقول جميع نتائج الفحوصات مع الحديد اللي سوى بالمختبر راح تعظم من بذل الأرقام الثلاثة؟ لا طبعا، أكثر من 520 ماكو، كم 520 ماكو، اقل من يم ماكو. يجوز تجيني قيم واقعه ضمن ذن التلافه، يعني واقعه بين ال 420 وبين ال 520، او بين ال 280 وبين ال 420. شلون راح اتعامل وياها ضمن هالجدول؟
هذا السؤال اللي راح اشرحه اكزامبل رقم 2 وكذلك اكزامبل رقم هو اكزامبل رقم 2 اوكي زين شو يقول؟ يقول ارجع حل السؤال اللي قبله اللي هو هذا السؤال اللي قبله شنو هذا السؤال اللي قبله؟ كان الافوي مالته 420 وعندي سقف ابعاد انا هنا نبي الابعاد مالته السقف هذا هو 5 ب 4 طبعا شغلنا كله على البعد الكبير الخمسة زين اوكي والافوي قلنا 420 وابعاد الكولوم 300 300 هو يقول ارجع حل هذا السؤال الاول لكن ما كان ال 420 هذه استخدم لي افوي مقدارها قد قال لنا مقدار 350 يعني هنا راح يصير افوي 350 زين شنو راح يصير عندي هنا زين لو نلاحظ طلاب على الجدول مالتنا لو جينا هو هذا الجدول مالتنا اوكي بس طلاب قيمة الاف واي اللي هي ال 350 ما عندي قيمتها بصورة صريحة بالجدول لكن حسب ما نعرف يعني 350 هي وين واقعة 350 ال 350 هي واقعة ضمن ال 280 وضمن ال 420 واقعة ضمن ال 280 وضمن ال 420 شلون راح نحسب الاتش مالتها لازم الاتش يساوي لنا ln على فت فاكتور مجهول ليش مجهول؟ لان يعني قيمته 350 ما موجوده هنا قيمه بصوره صحيحه تجي انت امام خيارين بتشوف ال 350 هي شلون واقعه لو جيت جمعت انا ال 280 بالحاسبه جيت هسه نقول كالكوليتر طلاب طالعه يمكم الحاسبه الكالكوليتر بس اكدوا لي بس كتبوا لي طالع عندكم الكالكوليتر هسه اوكي هسه المفروض طلعت الكالكوليتر هاي الكالكوليتر زين لو جينا جمعنا 280 زائدا 420 تقسيم 2 راح نلقى المنتصف مالتها ايش قد 350 يعني هاي 350 هي صايره بالضبط بمنتصف القيمتين ذني. زين ترى احنا مو شرط الاسئله تجي بالمنتصف، يجوز يقول لي لا، يجوز يقول لي ما كانت 300 350 الافواه مالتك 300 مقدارها. اوكي؟ هاي ما صايره بالمنتصف. اشبيها ما صايره بالمنتصف ال 300. زين اذا واقعه بالمنتصف هاي سهله جدا، شلون يعني شو تسوي؟ اذا واقعه بالمنتصف 350. بتروح تطلع لي الفاكتور مال 280 طبعا احنا السقف مالتنا شنو اول شيء؟ ما بي دروب بانل حسب ما مبين بالرسم مالتنا ما عندي دروب بانل هذا ما عندي شيء هنا مستطيلات هنا أنا فوق او مربعات فوق الكولوم اول شيء ما بي دروب بانل هي اول خانه without دروب بانل زي قلنا البانل دائما الخطره هي البانل الخارجيه اختارنا كسر بانل الشغله الثالثه ما عندي اتش بي شنو اتش بي؟ يعني ما عندي فد جسر من هنا هيجي ممتد على طول السقف هذا نسميه اتش بي ما عندي هذا ما موجود عندي اوكي ف without اتش بي الخانة راح تصير مالتي without اتش بي شو راح احسب؟ راح احسب قيمتين راح اجيب القيمة مال 280 اللي هي جد هي ln راح شاف اقول قيمة مال الافواي ابو ال 280 جت قيمتها ln على 33 بعدين اجيب القيمه مال 420 جت مالتها مال 420 ln على 30 انا مالتي القيمه اللي هنا اللي اريدها من هي 350 هي 350 مجهوله هي بما انه واقعه بالمنتصف شو تجيب؟ تجيب انا شنو عندي المجهول؟ انا عندي هاي الفاكتور المجهول جوا اللي صاير جوا صاير بالمقام فشو تسوي؟ تجيب 33 تضيفها زائد 30 وتقسمها على 2 كانما دا استخرج المعدل
وراح أقول له إذن هذا الفاكتور المجهول يساوي لي 33 زائد 30 تقسيم 2، راح يطلع الدشقيق 31.5. فإذن هنا الـ H راح يساوي LN على 31.5. في الحالة هنا نسوي يعني الفاكتور مالتي 30، هنا طلع لي هنا قسمت 33 زائد 30 تقسيم 2 يطلع لي 31.5. جيت هنا عوضته، الآن قلنا دائما ناخذ البعد الكبير الصافي طلع لي 149. طبعا 149 يقرب، قربت الى قرب الى 150 175 ماكو مشكله، وانه يقارن اذا السقف مالتي ما بيدروب بانل لازم يكون اكبر من 125، واذا بيدروب بانل لازم اكبر من 100، بما انه ما بيدروب بانل لازم اكبر من 125. طلع بالحد الان هاي واضحه لو لا؟ دايت اتقدم خطوه اخرى، بس قولوا لي اكتبوا لي بالشات بوكس حد الان هذا واضح لو لا اللي شرحته؟ طريقة حساب المعدل واضحة لو لا؟ مال اف واي. وإذا واحد عنده استفسار خل يقدر يرفع ايده. تأكدوا الطلاب واضح الشرح لحد الآن؟ جيد واضح. زين السؤال الآخر، لو كانت قيمة الاف واي مواقعه ضمن بالمنتصف شو تسوي؟ لازم شو نسوي؟ لازم نسوي انتربوليشن. شنو هذا الانتربوليشن؟ لاحظ طبعا الانتربوليشن يشتغل على كل الحالات سواء كانت واقعه بالوسط او ما واقعه بالوسط، يعني نقدر نقول على طريقه شبيه جوكر. بس اذا واقعه بالمنتصف تقدر تاخذ المعدل تخلص من يمه. خلينا نفرض ما واقعه بالمنتصف، شو تسوي؟ شو تسوي؟ تروح تسوي لي مثلثات. شنو المثلثات؟ تجيب قيمه الاف واي اللي هي 420، هاي ال 420. هاي تخلي نقطة تكتب قيمة 420. زين تمشي من هنا، من ال 420 راح يجي، راح يجي القيمة مالت 350. هاي 350 خليت نقطة هنا، كتبت 350. ورا من راح يجي عندي ال 280، خليت نقطة هاي من وهاي 280. مو اخلي 420 بعدين 280 بعدين 350، لا 350 هاي مالتك، هاي 350 هاي واقعة بين ال 280 وبين 420. تمشي من هنا هاي اتجاه اكس اللي هو الموجب 420 350 280. زين انا شو المجهول عندي طلاب؟ دائما الفاكتور اللي هو جواب المقام مجهول عندي، اللي هو ال ln على الرقم الفلاني مجهول عندي. شو تقول؟ تقول 420، هاي 420 ايش قد الفاكتور مالتها؟ 30. رسمت خط عمودي، هذا راح ارسمه بالاخضر، مقداره 30، هذا الخط الاول. زين ال 350 ما اعرفه، عوفه هسه على صفحه مجهول. تروح على ال 280، ايش قد مالته المقام؟ 33، رسمت خط عمودي مقداره ايش قد مقداره؟ 33. طبعا هاي 36 انا خطا مطبعي، اوكي 33. مو ترسم لي طلاب، مو ترسم لي هيك شيء، بس ركزوا هسه انا رسمت هاي من هنا 420، هاي اول نقطه خليتها 420. وعندك منو عندك هنا؟ عندك ال 280، القيمه مالتك المجهوله واقعه هنا أنا. سواء 300 سواء 350، هاي 350. جيت رسمت الفاكتور مال 420 ايش قد؟ 30. هذا راح ارسمه، هذا 30 صعدت هاي هنا هاي النقطة 30. مال 280 ايش قد؟ 33. مو ترسم لي، ترسم لي هيك شيء توقف، اكيد ال 33 طلاب هي اكبر من 30. إذا كانت قيمة ال 30 إلى هنا، فال 33 خلينا نقول صاعدة بها إلى هنا، خلينا نقول هاي، خلينا نقول هاي 33. فد سكيتش يعني
مو الا دقيق، بس المهم الثلاثه وثلاثه اكبر من ثلاثه، ايش تسوي؟ الجور خط بين 33 وبين 30 جريت هذا الخط، اوكي؟ بعدين ايش تسوي؟ تسوي هذا المثلث، الجور من 30 خط عمودي هنا، اوكي؟ زين طلاب ركزوا، ارتفاع ال 420 هو هذا الارتفاع مالته اللي هو مقدار 30، وارتفاع ال 230 هو هذا اللي هو مقدار 33. زين هذا الارتفاع المجهول مال 350 هذا، هذا اريد اعرفه ايش قد، هذا مجهول اللي باللون الاحمر مجهول، اذا عرفته راح يطلع لي اللي هو المقام. زين بما انه اني بس ركزوا معي، هذا الخط، هذا الخط الاسود، هذا تشوف هذا الخط الاسود هذا، هذا جريته بزاويه 90، هنا هاي الزاويه 90، فهذا الطول هذا راح، هذا الطول هذا راح ارسمه باللون الازرق، هذا هو نفس هذا الطول هنا باللون الازرق، خط عمودي. إذا هاي 30 فهذا اللي باللون الأزرق شنو هم 30. لعل من المجهول؟ المجهول راح أرسمه باللون الرصاصي. هذا المجهول الصغير. هذا إذا عرفت قيمته هذا راح أسميه إكس. إذا عرفت قيمة إكس جمعتها وين 30 راح يطلع لي هذا الارتفاع الكلي. من الارتفاع الكلي اللي هو هذا. يمتد من هنا من جوا. يمتد من هنا. ويصعد لي فوق. فس الفاكتور مالتي المجهول شو يساوي لي؟ يساوي لي 30 زائدا اكس. زين اكس شلون اوجدها؟ راح اوجدها عن طريق تشابه المثلثات. شو تشابه المثلثات؟ عندي مثلثين، عندي مثلثين، طبعا راح ارجع عن هنا، هو هذا نفس الرسم اللي هنا صار، اللي هنا سويته. عندي مثلث راح اشرح هذا المثلث، هذا المثلث الكبير، وعندي هذا المثلث الصغير، راح شابه المثلث الكبير بالمثلث الصغير. شلون؟ راح اقول هذا الارتفاع، ركزوا وياي هسه خلينا امسح، راح ارسم بس المثلثات، هذا المثلث كبير، هذا المثلث صغير، هاي القيمة 30 نفسها 30 الجوا. راح أشابه هذا الضلع، طلاب هذا الضلع هذا جد قيمته هذا، طبعا هاي مستوى 30 قلنا أنا غلطان غلط مطبع، هاي قيمته 33، أوكي؟ هذا اللي باللون الأخضر ايش قد؟ هو 33 ناقص 30 يطلع لي هذا، يطلع لي هذا، يطلع لي هذا الضلع. ليش؟ لأن الارتفاع من هنا إلى هنا كله 33، ومن هنا إلى هنا 30، أريد هذا الطول، هذا ايش قد؟ هذا هو 33 ناقص 30، أوكي؟ 33 ناقص 30 طلع لي هذا الطول، على على القاعدة مالته اللي هي من هنا إلى النهاية. تساوي 420 ناقص 280. شوف ناش عندي 33 ناقص 30 هذا الارتفاع على القاعدة اللي هو 420 ناقص 280، هذا المثلث الكبير. شو يساوي؟ يساوي المثلث الصغير، هذا الارتفاع هو اكس المجهول، اكس هذا هو اكس، على القاعدة مالته، هذه القاعدة مالته اللي هي 420 ناقص 350، 420 ناقص 350، حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، تجري عمليات رياضيه، يطلع قيمه اكس ايش قد؟ 1.5. طلعت لي هاي اكس ايش قد مقدارها؟ 1.5. زين انا الارتفاع الكلي قلنا شنو الارتفاع الكلي؟ شو يساوي؟ يساوي 30 زائد قيمه الاكس المجهوله اللي هي 1.5. ايش قد طلع لي قيمه الفاكتور؟ طلعت لي 1.35، نفس
الطريقه اللي سويناها هو المعدل اللي هي 33 زائد 30 تقسيم 2 يطلع لك كم 31 ونص. الاستاذ احنا شنو الدوخه هاي؟ ليش سوينا هذا الشيء؟ خب نجمعها. قلت لك اذا كانت الرقم مال افوى مالتك واقع بالمنتصف بالضبط تقدر تاخذ المعدل. زين افرض ما كان واقع بالمنتصف، جاك سؤال افوى مالتي 320 او 310 او 300، فتقدر تاخذ المعدل. تضطر تسوي هذه الطريقه اللي هي شنو؟ الانتربوليشن. ان شاء الله مو على مو راح تقدر تعيد الفيديو طبعا مسجل وراح تفهمه. اي استفسار تقدر نتناقش فيه وياكم. اوكي؟ خلاص هاي من احد الملاحظات اللي عرفتها المحاضره السابقه. زين. خلينا نجي على ملاحظه اخرى اريد اشرحها اللي هو جميع الامثله السابقه اللي اخذناها، قلنا لو اكو دروب بانل لو ماكو دروب بانل. زين لو اجاني سؤال، اجاني سؤال اللي هو رقم 5، هذا السؤال ايش بيه؟ هذا بيه كابيتال كولوم. اوكي لو قرينا السؤال يقول لي احسب لي فايند سلاب ثيكنس يعني اتش ريد ديو تو ديفلكشن ريكويرمنت على مود يقاوم الديفلكشن سما فلات سلاب. ليه سما فلات سلاب؟ لان بي شنو؟ بي دروب بي كابيتال كولوم شاور ان فيجر بسايد وذ اتش بيم بي شنو؟ ركزي اكو اتش بيم وبي كولوم اند كولوم كابيتال. قايل لك ابعاد الكولوم كابيتال ايش قد؟ الدايميتر مالتها 1 متر الف المتر. زين بتطير افضل قد مقدارها 420. من تجي للجدول الطلاب طبعا عندك هنا بانل داخليه وبانل خارجيه. اوكي زين خل اسوي الاسكيب هذا السؤال، راح اسوي الاسكيب لمده ثواني، راح اروح على سؤال رقم 6. سؤال رقم 6 هو نفسه بس ما بي اتش بي، متقصد انا هسه عرفته وراح اقول لكم ليش. سؤال رقم 6 هو نفسه بس شنو؟ اتش بي ماكو، لاحظوا لي على اتش بي طلاب. هذا الخط المنقط اللي هنا عندك. هذا المنقط هنا اللي عندك. واللي هنا انا منقط عندك هذا هو الاتش بي. بينما هنا انا بهاي الصوره ما عندي اتش بي. اوكي؟ هذا نفس السؤال قلنا لكن ماكو اتش بي. زين. طبعا عندك شنو عندك هنا؟ عندك بانل داخليه وعندك بانل خارجيه. هذا البانل اللي هي الداخليه راح اسميها رقم 1. البانل الخارجيه هي هاي البانل راح اسميها رقم 2. او هي نفسها هاي رقم 2 او هذه نفسها رقم 2. ان البانل الداخليه مستمره من اربع جهات. البانل الخارجيه المستمره من جهه او جهتين او ثلاث جهات او ما مستمره اصلا تعتبر بانل خارجيه. البانل بها ابعاد 8 في 6. راح اجي انا احسب قلنا البانل من هي الخطره؟ هي دائما الخارجيه. راح احسب السمك اني للبانل الخارجيه والداخليه ونقارن. لو جيت على البانل الخارجيه اي واحده مثلا ابعاد 8 في 6 طبعا البعد الكبير دائما هو اللي مسيطر عندنا هو البعد 8. شنو اختلاف هذا السؤال عن مما اكو دروب بانل؟ زين خلينا نشوف الفرق. لو جينا لاحظنا على التيبل اللي عندي الكود يسالني يقول لي السقف مالتك بي دروب بانل لو ما بي دروب بانل، ما يسالني يقول لي اكو كابيتال لو ماكو كابيتال. بعدين راح اقول لكم ليش. المسألة مالتي ما بي دروب بانل، إذا أني without دروب بانل راح نختار. شنو؟ without دروب بانل. زين. خلينا نطلع اللي ظل الكود اللي أشوفكم في الملاحظة مهمة. الكود 2014 أو حتى 2019 نفس الشيء. زين طلاب الصراحة طلع لكم الكود أنا، هذا قبالكم هسه الكود. أوكي؟ هذا الكود. الكود طبعاً بيه تعاريف، التعاريف معينة. لو نلاحظ هنا نجي نقرب
لو لاحظ هذا التعريف اللي هنا انا عندي طبعا ما راح اقدر اشر هاي سيلكت اي هذا الكولوم كابيتال شو تعريفه؟ يقول لك هي انلارجمنت يعني فتشيت يعني فتشين كبره of the top of concrete column نكبر الكولوم من فوق يقول لك located صاير وين صاير صاير جوا السلاب موقع or جوا الدروب بانل ما يصير يعني دروب بانل بعدين يكفى الكولوم ما تعريف بالكود وإن الكود هو جاي من تجارب وخبرات أكثر من 100 سنة نقدر احنا نجتهد بكيفنا يقول يا موقع يصير جوا السقف وجوا الدروب بانل يقول لك that is cast monolithically يعني تنصب ويا الكولوم الكابيتال كولوم شبيهة نصبها ويا الكولوم مع يعني طلاب من يجي خلنا نرجع والله هنا طبعا جدا مهمة هاي الملاحظة سأرح أقول لكم ليش شو تأثر علي ماني بهذا السؤال يعني هذا الكولوم مالتك ما يصير تصبه خلص وبعدين تسوي كابيتال كولوم وترجع الصب لا هذا غلط لازم شو يسوي النجار لازم يمد الكولوم ويسوي قالب الكابيتال كولوم بعدين يخلي الكونكريت يديره يصير كله كقطعة واحدة يعني الكابيتال كولوم من اسمه كابيتال ويا كلمة كولوم يعني هي مرتبطة بالكولوم يعني تنصب سوى هي جزء من الكولوم تحتها هاي الكابيتال كولوم بينما الدروب بانل طلاب الدروب بانل نسوي الكولوم ونسوي هذا الكولوم طبيناها وخلصنا وراحت يجي النجار يسوي قالب من هنا قالب من هنا وتنصب ويا السقف سوى يعني ايش تستنتج الدروب بانل هي جزء من جزء من السلاب جزء من جزء من السلاب لان هذا مو تعريفي يعني هذا هذا تعريف منه هذا تعريف الكود سعرفنا هو الكابيتال كولوم بهذا زين خلينا نشوف تعريفه الدروب بانل شو يقول عليه خلينا نقرا تعريف الدروب بانل يقول لك الدروب بانل شنو هو بروجكشن بروجكشن يعني جزء نازل جزء نازل بلو ذا سلاب وين جوا السقف يقول لك وظيفته يوز ايش بي نقلل حديد تسليح السالب اللي يصير من الاوفر كولوم اور نقلل بيه سمك السقف او نزود وظيفته نزود نمنع من حدوث البانشنج راح نسويه فهو شنو هو جزء بروجكشن بلو ذا سلاب هو جزء من السقف هذا منو الدروب بانل اوكي بس الدروب بانل جزء من السقف الكابيتال كولوم هي جزء من جزء من الكولوم اوكي سنرجع هنا لسؤالنا سؤالنا هنا رقم خمسة شو يقول؟ يقول السؤال مالتنا هو ما بي دروب بانل؟ اي ما دروب بانل زين يقول لي انت عليها بانل جاي تشتغل وما انا جاي اشتغل على البانل الخارجي اختار البانل الخارجي هاي البانل الخارجي زين يسالني يقول لي بيها اي اتش بي ولا ما بيها اتش بي؟ انه واضح هذا هاي المساله الست بدي اشرحها ما بيها اتش بي اختارت وذاوت اتش بي السؤال الاخر يسالني الافضل ين مقدارها؟ 420 اذا الفكتور جيت طلع عندي ال ان على 33 زين جيت هذه ال ان على 33 راح تجي مساله تخيل وياي انت السقف مالتك الفضاء الكبير جيت قلنا عندي الفضاء الكبير عندي 8 14 دقائق يخلص لازم شوي استعجلاني هذا عندك الكابيتال كولوم مالتك هذا الكابيتال كولوم الثمانية عندك من هذا السنتر إلى هذا السنتر هاي مقداره ثمانية زين تعريف الالين هو البعد الصافي من وجه الكولوم لوجه الكولوم زين لو رجعت على الشرح اللي عندي بالبداية على الالين هاي الصفحة رقم 29 هاي لو عندك سقف بي بس كولومات ال ان هي من وجه الكولوم وجه الكولوم اذا عندك دروب بانل من وجه الكولوم وجه الكولوم بس اذا عندك كابيتال طلاب لازم اخذ البعد الصافي من وجه الكابيتال الى وجه الكابيتال
السؤال ليش؟ لان الكابيتال كولوم هي تعتبر جزء من الكولوم هي، بس شنو احنا مكبرين شوي من فوق. اوكي، الكابيتال كولوم هي جزء من الكولوم، فالال تاخذ المسافه الصافيه من وجه الكابيتال الى وجه الكابيتال. هذا طبعا رسومات جدا مهمه. لو نرجع هسه لمسالتنا اللي هي هذه، لازم اني ال ان مالت الصافي راح يصير من وجه هذا الكابيتال الى وجه الكابيتال. هذا هو راح اسميه شنو؟ اسميه ال ان. زين، انا هاي عندي دائريه لازم احولها الى قلنا لازم نحولها الى مربع. الكود يقول دائره لازم احولها مربع. ف8 البعد الكلي هذا 8 او 8000 ملم ناقصه 0.89 مال تحويل من دائرة إلى مربع. اوكي، في قطرها اللي هو طبعا أنا هنا مطيني طبعا القطر كامل، تقدر قبل تطرحها في ألف قبل تضرب في ألف ناقصا ألف. بس أنا شو مسوي؟ طارح منه نصف هذا، النصف اللي بالأخضر طارحه، أو طارح هذا النصف اللي بالأخضر طارح. فسويته 500 في 2 يعني نفس الشيء، 2 في 500 يعني 1000. تقدر تقول له 0.89 في 1000 يطلع لك ال ln اللي هو هذا البعد الصافي 7110. فكره السؤال شنو هو بهذا السؤال؟ شو فكرته؟ فكرته بان ال ln لازم تاخذه من وجه الكابيتال لوجه الكابيتال، هذا الفرق الوحيد. والشكل الدائري حولته الى مستطيل مربع. وعي سألني استاذ دائما الكابيتال شكلها دائري؟ لا، جزء الكابيتال اصلا شكلها هي مربع يعني. اوكي ماكو مشكله، شكلها مربع لا تحولها، بقي نفسها واطرح منها. طلع لي البعد الصافي حسبته طلع لي شقد 237 اكبر من 125. اوكي، ال 237 قربته الى 240 هاي البان الخارجيه. لو جيت على البان الداخليه حسبت حساباتي بس المكان الخارجي اختار الداخليه، شوف السوم جد طلع لي 215 وجد طلع لي 237. شوف البان الخارجيه جد اخطار تحتاج سمك اكبر تحتاج، شرحت هذيش المحاضره ليش. اوكي، فهذا المساله عندي. المساله اللي قبل شو الفرق بيناتها؟ الفرق بيناتها عندي بيها ايج بيم. شنو عندي بيها؟ ايج بيم، هذا الايج بيم. شو يصير عندك فرق؟ عندك من تجي تحسب البان الخارجيه مكان الويد اوت ايج بي ما تختارها، هاي ما تختار، تختار شنو؟ ويد ايج بي. هاي يطلعك الفاكتور مكان ما هو كان ال ان على 30، هاي يطلع لك ضد الفاكتور ال ان على 33. يعني لو سويت مقارنه بين هذا السؤال واللي بعده، البانل الخارجيه مال هذا السؤال طلعت تحتاج 237، من ما كان عندي ايج بي، ما كان عندي ايج بي. من صار عندي ايج بي طلع لي شقد؟ 215. تقدر ايش نستنتج؟ نستنتج بان الايج بي راح يقوي لي السقف فراح نحتاج سمك اقل. يعني استفادت واحد يسالك يقول لك احنا ليش نخلي ايج بي؟ نخلي ايج بي على مود نقلل شويه البيم، راح يساعد السقف في تحمل الاحمال، راح يقويه، راح شوي نحتاج سمك اقل. اوكي، فائده الايج بي بهاي المساله هو لتقويه البدل الخارجيه، لان البدل الخارجيه هي الخطره، هي اللي بيها مشكله. فانا قويها بايج بيم فراح احتاج شنو؟ سمك اقل، لان البيم طبعا راح يصير البيم بجزء نازل حسب ما درسنا. طبعا هيك يعني شكل البيم طلاب، يعني هذا البيم، هذا البيم اللي باللون الاحمر هذا بيم، والمتبقي هو شنو؟ هو الاسلام. فكل ما ينزل البيم يعني يزداد قوه الاسلام. طبعا داري احكي على الهوم وركات، طبعا حد لا مس سلموني، طبعا انتهى وقت تسليم الهوم وركات بعد ما اسلم اي هوم ورك. طبعا الهوم وركات من اجمعها راح تجمع كانما يصير درجه امتحان فصلي. لحد الان طلاب بعد 4 دقائق على المحاضره نهايتها، اكو شيء مو واضح، شرح كان سريع، لو الانترنت كان ضعيف تقدرون تكتبوا لي بالشات بوكس. ايمان رافعه ايديها، خلينا نشوف. ايمان تفضل اذا عندك شيء.
ما اذا عندك شيء مو واضح او بغيت الزملاء قولوا الطلاب اذا عندكم شيء مو واضح شاع المحاضره. اي نعم ايمان بس من يطلب السؤال بس انا حاله هذا بس على مود يعني تفهمون الافكار بس على مود يعني متقصد انا اسوي مقارنه بين البانل السمك مال البانل الخارجيه والبانل الداخليه اوكي بس كسؤال امتحان انا احدد لك هاني احدد لك اقول لك لو بانل داخليه لو بانل خارجيه بس انا جاي اعلمك انا كواقع عملي اخليك تفكر كمصمم كمهندس شنو الفرق راح يصير بين البانل الداخليه والخارجيه بحساب السمك. جاسم يقول استاذ اليوم ندزل هوم وركات. هو المفروض انتهى وقت تسليم هوم وركات بس بما انه هذا اول هوم ورك لكم راح اسمح لكم بان يعني هذا هاي المره اخير مره يعني راح لكم اليوم ندزل هوم وركات بس ارجوكم بقيه الهوم وركات تسلموها حسب موعدها. اوكي. ان شاء الله المحاضره الجايه يوم الثلاثاء احنا خلصنا طبعا الأسئلة تخص السقف الفلات سلاب الفلات بليت راح يتحول إن شاء الله المحاضرة الجاية عن السقف اللي يحتوي على جسورة داخلية أو صيح للصالد سلاب راح ندرس تيابل آخر اللي هو هذا التيابل. هذا التيابل ما بيشي سهل ما بيشي هذا التيابل هتعلم شلون نحسب سمك إله بعدين ورا ما نخلص خلص الصالد سلاب راح ندرس أسئلة عامة جنرال عن جميع انواع السقوف ونشوف شنو النتائج مالتها وراها ان شاء الله ورا ما نختم هذا الشابتر راح اسوي لكم امتحان وبعدها نبدي موضوع البنشنج. الى انا راح انهي المحاضره مالتي اذا ماكو اي استفسار ان شاء الله هاي المحاضره مسجله ان شاء الله راح ارفعها لحضراتكم بعد ما اوقف التسجيل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.